الخزانة ديال الموسيقى المغربية، الخزانة الجميلة طبعا اقترحنا عليكم أحبائنا الكرام في البداية مقطع من أغنية محال ينساك البال للمحمود الإدريسي، محمود إدريسي الفنان الراحل الرائع بأغانيه. طبعا على إيقاعها أقول لكم أهلا ومرحبا بكم أحبائنا الكرام، كان نرحب بكم وكنستقبلكم معنا في حلقة جديدة من برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادة تي في. الأكيد أنني كنبغي نحيي أصدقائي الموسيقيين الفنانين في كل حلقة. طبعا أستاذ جمال الدين أهلا وسهلا ومرحبا، عازف الأورج بامتياز، ثم كذلك اليوم معنا الفنان الأستاذ الحسن عازف الكمان، تحية طيبة كذلك، ثم رفيق الدرب دريس نيجرا كالعادة متألق، وكذلك صديقي مراد ضابط الإيقاع وبامتياز. بارك الله عليكم. لأكيد اليوم كنضمن لكم بأنها حلقة طربية ومتنوعة، لأن ضيوفي طبعا غادي يكون معنا ضيف من الأصوات الجميلة المغربية، كتعرفوه فات دائما هو معي وصديقي، ولكن اليوم احنا غنتكلموا أولا على الجديد ديالو، اللونسمون ديالو ديال الأغنية ديالو اللي حقيقة الحمد لله كتحقق نجاحات، ثم كذلك لأنه هو معروف بالمدارس الطربية، المدارس المغربية يؤدي جميع الأنماط الغنائية، بالإضافة إلى غادي نتعرفوا كذلك على ربما قليل فين تنستقبل الفنانين والفنانات الممثلين أو الممثلات، ولكن اليوم هتكون حاضرة معنا ممثلة اللي كذلك ستشاركون الغمار والغمار أو كما المغامرة ديال دندنة معي، ثم واحد الصديق اللي هو كيبان كتير في الميدان الفني، كيتقن بزاف الأدوار الفنية، ولكن اليوم كذلك غادي ندخلوا معه لبعض المهن اللي كيحترفها. على اي كان بغي نحيي في الاول ونستقبل الياس طه، اهلا بك الياس. الخير دائما، شكرا. المقدمه هذه طويله كيقولوا شكون هو هذا الصوت الطربي اللي دائما اليوم جاي سخون به شي شويه. الكلام ديالك زوين ما كنسخوش به يعني، ولو وانت كان ميرسي على الدعوه الكريمه، وجد مسرور نكون معك مره اخرى في برنامج دندنه على قناه شاده تي في، القناه الجميله والرائعه. ودندنة لأنها كيليق بك أنت، لأن دندنة كيليق تقريبا والحمد لله من واحد العامة ديال أزيد من 70% من الأصوات المغربية، فكلها هي أصوات طربة وتدندل وتسلطن. إحنا اليوم كذلك غادي نعوم معك في عوالم الفن بمختلف الأنماط دياله، ثم كذلك كما ذكرت وقلت غادي نستقبل فنانة جميلة رقيقة شفناها في العديد من الأدوار التمثيلية مؤخرا، سواء في رمضان سواء من غير رمضان، معي صوفيا بن كنعان. بك صوفيا. الله يبارك فيك عماد وشكرا على الدعوة. مرحبا وألف مرحبا إن شاء الله. اليوم صوفيا غادي نزيدو نتعرفوا عليك أكثر، وما كرهناش ربما نقدروا نغفلوك بشي غفلات تعملنا شي حاجة يكتشفوا الجمهور ربما في الغناء. هي علاش لا. مرحبا بك صوفيا. ثم واحد صديق اللي هو وجه مألوف، صار مألوف عند العديد عند الجماهير، خصوصا الناس اللي يعني ديال المواقع ديال التواصل الاجتماعي وصديق الفنانين بصفة عامة، عصام واش. مهلا بك عصام. مرحبا بك سيدي عماد، شكرا على الدعوة وتشكركم بزاف و شكرا كاع الناس اللي حاضرين، شكرا للطاقم التقني. الله يبارك فيك عصام. واش ما الى لاحظتي معايا الياس، عصام معروف بالستيل ديالو يعني ما كي يعني اللي كيشوفو كيسكانيه ما كيبقاش يتلف. عصام واش ما واش ما واش من تما جات واش ما واش ما سي كيما تعرفوا سي البراند ديالي ديال الطايه. واش ما ديالي صاحبي شحال واحد تتحبوا عصام واش ما هو واش ما هو الكنيه ديالي، هي ماشي الكنيه ديالي، هي غير لا مارك ديالي. حتى ولات تعيطوا لي واش ما بقوش يهضروا لي تاع عصام تاع عصام، هادشي منين جات عصام واش ما. انا باش نضحكوا شي شويه مع هذا المدخل ديال هذه الحلقه هذه، واحد المره واحد صديق ديالنا المهم عصام تعيط ليه، كنا في واحد حفل، سال الحفل مشينا دونك ما بحال ما شفناش عصام، رانا من يوصل للدار السيد صاحبي لان كيعيط ليه هو مقيدو بواش ما مع وصل الدار مرتو تقول له شكون هذا السيد اللي كتعيط عليه، شكون هذا اللي داير على واش ما انت. والله الا استوار واقعيه جبت الصدمه والو ما عمرك تسالي، انا كتخلي حتى التلفزيون نقولها لك مشكل كتقول له تقول له ودي هديك الله راه كنا معايا عيبه كنا غير خدامين وهذا كتقول له هاي ها هو كيعاود هي كتصوني هي كتجاوبها. اون توكا صافي بليزير. اليوم بغينا نهضروا على حقيقة أنا شفت أنا واحد الستيل، وأنت يا كنت وراء هذا العمل هذا مع إلياس طه، الأغنية الجديدة اللي لونسها هذه تقريبا أسابيع. عجبني إلياس هذه المرة هذه مشى بواحد الطريقة جد احترافية،
اي سا سكيل فوت. الاغنيه زوينه، كان ذاك لو لونسمون كان زوين بحضور واحد الكم هائل من الفنانين والفنانات والناس ديال الميدان، ثم كذلك حتى الناس اللي محبين الفن بصفه عامه من المجتمع المدني. فاولا تكلموا لينا انتم على هذا العمل، وكيف جات يعني كيفاش حتى يعني اشتغل معك عصام الياس؟ اولا اغنيه اضرب يا قلب، يعني العمل الاخير ديالي هي من تاليف والحان وتوزيع الاستاذ جلال الحمداوي، اخراج محمد علي العويني، استاذ محمد علي العويني، وبمشاركه الممثل العالمي عصام بوعلي واشراف واداره السي عصام واشما. يعني كنا صايبنا انا و جلال الحمداوي قبل من الكونفينمون، ولكن كيف ما قلتي شرتي لواحد المساله مهمه، ان دائما كنت كنشتغل وما كانش اداره، باسكو حنا الفنانه ما نقدروش نديروا شي حوايج اللي ما نعرفوهاش. يعني انا نقدر نغني، نقدر نمشي للاستوديو، نقدر فهمتي، ولكن شي حوايج يعني غادي نبقى نخربق الا درتهم. دونك انا عصام صديق ديالي من شحال هادي، وكتعرف عصام في واحد الخصله زوينه، عصام واحد الانسان اللي كيبغي الخير للناس، كيبغي يعاون، كيبغي يعاون. يعني اي واحد يقدر يجي عند عصام ثق بيا عماد غادي يعاونو عصام وغيدير معاه شي حوايج. اللي المشكل اللي كان هو مشيت عنده قلت له عصام فوالا راه كاين وهاكي الله يخليك بغيتك تعاونني، قال لي ها مرحبا، قال لي ولكن واش ما نضيعش الوقت. زوين هذه قسما بالله. هو شوف قال لي الا كنا غنديروا شي حاجه في المستوى راه واحد ورا يقدر يدير معك مع 12 ويدير معك في القهوه، ويقدر يكون مع 12 في مراكش. لا لا اليوم حركك الياس لا خذ راحتك، انا شوف اي حاجه تجيب من عندك سمن وحسن. الله يبارك فيك. ويقول لي واحد الكلمه اللي ديما كان قال لي شوف راه واحد السيد لحد الان بغاش يقول لي، ولا ما عرفت واحد السيده قالت له، قال له ثق بيا راه ما غاديروا حتى شي حاجه انت وعيد ياس. قلت له شوف زعما، قلت له دابا انا جو مونكاج زعما قدامك وقدام يعني هاد الناس اللي شوف غنديروا شي حاجه وغنغيزوها ديال بصح. بدينا كنخدموا، كانت ظروف استثنائيه بحكم الكونفينمون راك عارف، حكم الحمد لله ربي ما خيبناش، وقدرنا نديروا شي حاجه زوينه اللي الدليل ان تفاعلوا مع الناس بشكل ايجابي. وعصام بور موا سي اون شونس اكزاكت. ولا تبارك الله هذا الشيء اللي عجبني، حيت حنا غادي نهضروا شويه تاع عصام خصني نهضر عليه، لان عصام شويه تعرفوا سنوات ففي جميع بزاف الميادين، هو بيان سور كاستيليست بيان سور في وعصام اللي هو كذلك دخل لعالم الغناء، هادشي غادي نهضروا عليه الاغنيه وكاين افيك دو شونسون بيان سور. المهم هادشي نتكلموا عليه باش ما نكثروش من الهضره، وغادي نبغيو كذلك نسمعوا صوتك صوفيا، ولكن نبداو بالطرب، نديروا الطرب كما كنقولوا حديث ومغزل. دونك غنبداو بصوفيا. اكزاكتومون. اللي بغيتي نبداو مع صوفيا عندك نخلعوها. لا لا انا بغيت نسمع عندك قلعة الفنجان. واخا انا بغيت نسمع الفنجان بالقارئة ديالك. لا لا تقدر الا قلتي لا نسمع القارئة الفنجان تقدر تضرب لك الفنجان صافي راه القهوة كاينك. الو غندير ومن بعد نهضروا على نسمعوا العمل ديالك تو، راه غنسمعوا كما قلنا. نمشيو بعدا دابا بما ان احنا صوتك يعني طربي، شنو نبداو نديروا شي قدود ولا؟ يلا تفضل. فتاة بالعفاف تجملت،
بروحي يا روحي فتاة. بروحي فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها حب من المسك قد نبات وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي وأقبلت ولما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت أما تخشى وأنت أنت إمام. أما تخشى وأنت إمام مقامك مقام مبجل وفي الدين والدنيا عليك المعول. أتزعم أن الريق مني محلل فريقي مذام والمدام المذام حرام. والمدام المدام حلام حرام. سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح مروح. سيبوني سيبوني يا ناس أنا بحالي بحالي أروح مطرح مروح. ده غزالي وفا عزالي وخلاني لوحدي أروح. ده غزالي وفا عزالي وخلاني لوحدي أنوح. وكما بعت له تراجي ولم اقبل رجايا أنا كما بعت له تراجي تراجي ولم اقبل رجايا. عامله وانا بميله بسره ما قدرش ابوح. عامله وانا بميله بسره ما قدرش ابوح. سيبوني غيري عشق وتهنى تهنى وارتاح ويا الحبيب. غيري انا عشق وتهنى تهنى وارتاح ويا الحبيب. ايا ناري محدش داري وانا لحالي اسوح وانوح. ايا ناري محدش داري وانا لحالي اسوح وانوح. سيبوني الفل والياسمين والورد. الفل والياسمين والورد عملوا سوا صحبة موضة. يا عيني عملوا سوا 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 يا ليل.
الفل والياسمين والورد عملهم سوا صحبة موضة عملهم سوا 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 صحبة موضة الوعد 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 ويا الزهور عملوا الوعد ويا حبيبي في الأوضة سيبوني سيبوني يا ناس بحالي بحالي يا روح مطرح مروح سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح مروح ده غزالي وفا عزالي وخلاني لوحدي أروح ده غزالي وفا عزالي وخلاني لوحدي أنوح سيبوني اسمك الله عليك السلام عليك أطربت أنا إلياس أقبل على أخوك بعد لا لا تسمع إحنا قابلين عليك ما زال إحنا عاد الصوت كيف غادي وكيسخن شي شوية إلا سولتك صوفيا شنو كتبغي تسمعي هذا ملي كتبغي تكوني يعني وانت فرحانه وسعيده وتي ريلاكس شنو كتبغي تسمعي مثلا تسمعي شرقي مغربي غربي مغربي وشرقي اكثر من غربي شنو مثلا الشكل الاغاني ممكن كلاسيكي انا شويه كلاسيكي كيعجبني اغاني قديمه كيعجبني اغاني سورتو القديمه كتبني سورتو الواحد ملي كيكون هي كتكون مريحه اكثر اكزاكتلي طيب صوفيا بن كيران حنا شفناك يعني ربما في واحد الظرف ديال سنتين وانا حايل فيك فكرني في اللحن ديالها سنتين وانا حايل فيك ودموعي العين تناديك يا سبب تعذيبي يا عماد يا حبيبي تفكرتي اللحن اخويا عماد تفكرت طبعا الاغنيه ديال ليلى مراد وعاودها فضل شاكر وسمعناها منك انت وخصوصا واحد المره كنا درتيها اون ديو انت صلاح الدين محسن أيه. كانت رائعة جدا طيب قلت لك سنتين في ظرف سنتين نرجع سنتين نعود ما نحن بصددين ما تجبتها الأطلالة تقولي فراسك دابا تجبت لها الأطلالة في قوم غنيها شوف غير طويلة درك حد سنتين غير عولي في ظرف سنتين درتي بزاف ديال الأعمال شفناك ما شاء الله شفتك بزاف ديال دونك ندير واحد ريكاب نحاولوا نتفكرهم شي شوية بيان سور كنتي في الجزء الثالث ديال سلامة أبو البنات طوندونس بيان سور مع حسن الفد المهم فكريني حاولي نجيبوا كاع جميع الاعمال اللي خدمتي فيها انا كنت بديت في حديد دان عند الفراعنه مع ابراهيم شكيري وموراها درت لاله بنت باب الله مع فاطمه بوبكدي وموراها درت شهاده ميلاد مع المخرج حميد زيان ابخي درت طوندونس مع الاستاذ حسن الفد أبخي درت شارك سلامات أبو البنات الجزء الثالث اللي مع دنيا بوتازوتوس كان لالا بنت باب الله لالا بنت باب الله أنا مع الأعمال كنشوفهم كثير ولكن بعض المرات كيمشيو لنا العناوين ودرت أوسي قهوة نصنص فوالا طيب يعني في ظرف وجيز يعني اشتغلتي بزاف اولا واش كنتي يعني يلا بديتي تقريبا سنتين اعتقد شنو لا فورماسيون اللي درتي انت صوفيا انا عندي ماستر ماركتينغ سيرفيس سيتي ان بو زعما كان شويه بعيد على المجال الفني ولكن انا كنت كندير تياتر ملي كنت صغير ولكن كانت فحال غير هوايه سيتي ما باسيون صافي ما كان زعما بطريقه احترافيه ولكن في تياتر مثلا واش غير في المدرسه ولا كنتي في شي ايكول كونسيرفاتوار وكان كيعجبني التمثيل كيعجبني بحال شي حاجه كرتاح فيها في الاول كنت كنمشي لها غير زعما في الويكاند وداكشي ملي كنت صغيره ابخي لا بديت
تسجلت في الكونسيرفاتوار وبقيت كنمشي دائما. ولكن ما عمري ممكن حلم عندي ولكن ما عمري ما خديت هذاك البرومير با انني نبدا. دابا اللي جديد هو كنشوفوا مثلا دابا فنانين وفنانات سورتو في المجال ديال التمثيل مثلا انهم سي بيان كياخذوا الدبلوم ديالهم هذا ابري بوتيت كيبداو يفكروك لان دابا اي واحد الا عنده شي موهبه ممكن يسقلها يعني ماشي بالضروره كترعرع ولا تكون دوزتي من دور الشباب او لا من يعني كانوا شحال هادي او لا من المسرح مثلا داك المسرح البروفيسيونيل تندوز عاد كيدخل التمثيل مثلا اي فنان او اي فنانه ممكن الا حس براسو عنده واحد موهبه كمل قرايته هذا كيدوز العالم التمثيل ك ايصال بيان سور. شوف كما تنقولوا الموهبه ما تتقراش يا عندك يا ما عندكش يعني شحال تم كبار فنانين في هوليوود ولا في البوليوود ولا في العالم كله كبار فنانين ما قاريش المسرح من غير ما نقولوش تنعموش مي لا بلوبار ديالهم ما قاريش المسرح ولا ديال السينما لقى كان سيرفر في شي بلاصه كان خدام شي بلاصه اكتشفوا الموهبه ديالو وعطى في التمثيل ولا عطى في سو انا مع هاد القضيه يعني ما هو هي اللي مزيانه انك تعرف كاين هذيك الموهبه ودير دير فهمتي تاخذ دروس وتاخذ ديكور في التياتر حتى تاخذ مهم للممثل اكيد بطبيعه الحال الانسان مازال كيزيد عاود يسقل عاوتاني يطور الموهبه ديالو. فصوفيا بحال دابا تالي واحد الوقيته ربما انت كنتي متفرجه بحال تما كيما حنا كنتفرجوا في لي زاكتور ديالنا سواء بيان سور حنا تلمدنا وهذا واقع على حنا صغار كنا كنشوفوا السينما المصريه والمسرح المصري شويه بدينا كنعرفوا في السينما المغربيه والمسرح المغربي بيان سور لان كانت مع من بعد كيولينا كنفهموا شويه في الافلام العالميه سورتو في الافلام ديال الامريكيه. انت كتفرجي كذلك خصوصا هنا في المغرب شكون اللي كنتي مثلا تتقولي ربما ندير بحال انا ولا كانت كتعجبك وكتقولي فوالا بوكو با انا ما نديرش اون كارير ارتستيك في المغرب ولا على برا بزاف اعطينا كل شيء اعطينا بعض اسماء من برا من مصر من لبنان من المغرب نبداو من المغرب من الهنود اللي بغيتي نبداو من المغرب علاش لان انا كنت كنشوف بزاف ديال الممثلين كيعجبوني بزاف لان تبارك الله عندنا الشاشه عامره الناس اللي عندهم مسيره فنيه كبيره. انا مني كنت صغيره كنت فان ديال المرحومه امينه رشيد الله يرحمها وكم سيتي هي لا بروميير فام اللي دارت لو رول ديال فام كان قبل كانوا كيديروا الرجال كانوا كيديروا عيالات وجي ادوري هذا لو كوتي هذا قلت زعما في ذاك العصر ديالها وداك الشيء كيفاش تحدات فهمتي دارت واحد الرساله ان هي لو رول ديال فام دارته مراه كان في واحد الوقت اللي كان صعيب ان المراه تمثل كانت المراه كيدير لو رول ديالها راجل دونك هي انا ملي سمعت هاد ليستوار ديالها ملي كنت صغيره تبهرت بهاد الشخصيه هذه الله يرحمها دونك كانت عندي شي واحد كنت فان ديالها بزاف. طيب سيتو على برا مثلا كاين شي كيعجبك شي واحد ممثل سميتو عصام واشما بيان سور الله يرضي والبطل اللي غيقتلو في الاخر سميتو عماد انت عصام نهضرو شويه انا وياك عاوتاني على الوغ بيان سور حنا عصام كنعرفوك انت كتهتم يعني باللو ستيليزم يعني الفاشن هذا الكوتي غتكون هضرتي فيه بزاف يس ياك حنا انا الشق اللي غادي يهمني دابا هو ديرنيامون درتي دي سينجل ديالك كيفاش فكرتي تدخل انت الغناء؟ وهذا رجعوا للفكره اللي قلتي انا معروف عليا بعصام ستيليست عندي البراند ديالي توسا مي الموهبه انا تنقول لهم يقول لك شي يقول لك انا مثلت درت تخوا لو ميتراج درت مثلت مع نور الدين الخماري مثلت مع منصف مازي من بعد درت دخلت للغناء يعني انا تنشوف اي واحد عنده شي موهبه بغى يخرجها ما يكتبش ما يخليهاش لداخل يخرجها غير يديرها بقواعدها وصافي اكيد. الغناء كان عندي من زمان من وانا باقي ديك الساعه ما دخلتش المغرب باقي عايش في امريكان وانا باغي نرابي ماشي باغي نغني ما باغي نادي باغي نرابي باش ما نخلطوش انا ما تنغنيش انا تنرابي داكور سو كنت درت المحاوله الاولى ما عجبتنيش درت المحاوله الثانيه ما عجبتنيش يعني محاوله تقول محاوله ماشي خرجتها غير مع راسي صوبتها سمعتها ما عجبتنيش حتى تلاقيت انا ومدارة وتنهنيهم من هذا المنبر مدارة طريق حجيلي ومرحبا في الاستوديو وتعرفتي تندنوا انا بحكمي راك عارفني في الدومين مع الموسيقيين وهادي ولا شي واحد خصو شي حاجه ومشي معايا توسا كانت عندنا معنا شي فنانه سالات الخدمه مشات بقينا في الاستوديو عجبتنا الهضره عرفتي هضرت عجبتها الهضره قال لي كاين واحد الديسك سمعوا لي عجبني اللي هو سميتو طاي طاي اللي خرجت النهار الاول نعم طاي طاي بغيت نخرج هذا الديسك عجبتني الموسيقى عجبني لو ريتم مي قلت لي بغيت نخرجوه
طريقه على واش ما ماشي انت الكوتي ديالك ديالك والكوتي ديالي تخرج على تكون لابسه واش ما هي ديك فين درنا ديك صوبناها الحمد لله عجبتني بزاف انا ملي عجبتني بيان سور عجب صحابي تمايا سو هي ديك درنا الاخراج ديالها مع الاستاذ المخرج محمد علي الرويني وخرجناها تقريبا صوبناها سجلناها جا الكونفينمون نعم سو دابا تنوجدوا ان شاء الله في الثانيه ان شاء الله تفاصيل زوينه انا شفتها باقي بتاعت لونسي الثانيه باقي لي فيها واحد جوج نصور واحد جوج نزيد فيها شي حاجه باش اللوحه ان شاء الله نعم طيب قلتي واحد الكلمه زوينه عصام قلتي انا ما تنغنيش انا تنبغي نرابي اساس باش الناس ما تخلطش عاوتاني بسبيان بالعكس هذا فن من الفنون ويعني وتوفقتي غير هو مثلا الياس الا سولتك مثلا الراب واش تيبغي تكون عندك صوت ولا هي سيت اون تكنيك ديال الاداء انا بعد اول مره كنعرف كان 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 بان راه كاين الراب انا بو موا الراب راه هو نوع من انواع الغناء باش نتفاهم نورمالمون لا هو دابا باش بغي اول مره زعما هو ماشي غادي مغني ماشي ماشي غادي لا غير بغيت نقول لعصام واحد ماشي مطرب مثلا بغيت نقول واحد القضيه لعصام مهمه ما عمرك ما تحكم على راسك لان عمرك ما غيعجب انا شخصيا عمر راسي ما عجبني وعمرني ما كان قلت انا اللي سولتيني نقول اما انا اللي شاهدت في عصام درنا درنا واحد الملحامه هذه كنقولها دابا انا في دندنه وكنتحمل مسؤوليتي درنا في ملحامه وفيها كبار المغنيين في المغرب يعني لا من الجيل القديم لا من لا نوفيل جينيراسيون وعصام دار كانوا معنا دي رابور منهم عصام ودار واحد الباساج هو ديالو من اجمل لي باساج اللي كانوا في في الملحامه داروا كغناء غنا لا وانا تنسمعو تيغني غنا وغنا بطريقه يقصد شوف انا باش انا فهمت عصام باش بغى يقصد زعما هو ماشي المطرب ولا هذا اللي غادي يغني المواويل والقدود بحال هكا كاين مغني وكاين مؤدي مؤدي كاين مغني كاين مطرب كاين مطرب كاين مؤدي حنا نقدروا ندخلوا الراب راب سي راب راه انت تهضر انا الراب تيبقى فنان بيان سور انا اي شي فن حاجه زوينه اي واحد يدير شي حاجه سي فن كنت ديغاج ماشي شنو ديك ديك الروح اللي كتعطي وداك الفيلينغ اللي كتعطي هو اهم شيء شوف انا تنقول هذه مع سي عماد اي واحد فينا فنان من الفن انا تنقولها وتنزعما تنقولها وتنزعما تنوصل هذا الميساج لاي شاب ولا اي واحد ولا كبير ولا صغير في عمره ولا كيما بغى يكون الا عندك واحد الفن ما تخليهش لداخل خرجوا خرجوا انا فاش قلت ما عجبنيش راسي بحكمي انا يعني ولد الموسيقى ولد الدومين يعني فاش درت الاول ما عجبنيش الموزيكال ما عجبنيش الريتم ما عجبنيش الصون ديالي ما عجبنيش ما طحتش في داك الشيء اللي بغيت نغني فيه ماشي ما راه اوكي قدر ما نحكمش على راسي ولكن كاينين كاينين قواعد اللي يمكن تقول اوكي هذا الشيء كاين هذه ما كاينش هذه كاينه هذه ما كايناش مي الحمد لله نهار تلاقيت مع الدراري اللي تفاهمت معاهم راه ولكن برافو عليك يا صالح الله يحفظك كيعجبني لو ستيل ديالك كله يعني الله يحفظك تي توشا بوكو دو هذا ولكن تبارك الله كل فاهم فنان رقيقي كما كنقول رقيقي رقيقي نقي رقيقي صوفيا الى سولتك كتعتبري راسك دابا انت مع السنوات ومع التجربه كتعتبري راسك البنت القويه كنحاول نكون هذه البنت القويه اللي هضرتي عليها ماشي جيمي القويه جيمي القويه ما تعرفش سميها القويه دابا حنا اللي يمكن نعرف هي جيمي القويه كنفكر بسمي ديال جيمي القويه جيمي القويه صوفيا القويه صوفيا القويه اه كتعتبري راسك شكون هي بالنسبه لك البنت القويه هي البنت اللي قادة براسها البنت اللي زعما اللي كابابل فريمون قادة براسها في كل شيء ماشي ما عندهاش شي بلاصه اللي تقدر زعما واخا طيح تعاود تنوض السوبات باش باش تكمل حياتها باش تبني راسها باش تثبت راسها في شي في المجال اللي تكون فيه سواء فن او لا من غير الفن طيب انا غادي نهني هذه الاغنيه سبيسيال طبعا هي غادي تكون من تقديم الطروب الياس نهديها لكل مشاهدينا الكرام سواء اللي كيشاهدونا داخل المغرب او خارج المغرب وكذلك كل حتى الاوفياء ومشاهدين من البلاد العربيه اللي كنحييهم الف تحيه اللي كيبعثوا لنا يعني بتشجيعات وتبارك الله عليكم متبعين كذلك هذا البرنامج ديال دندنه مع عماد يلا عطينا دريس نسمعوا يلا 1 2 3 اذا انت تركتيني بطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنت فليتي يعني انخرب بيتي شو بعمل بحالي مش معروف وإذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني
والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنتي فليتي يعني انخرب بيتي، شو بعمل بحالي مش معروف. أنت خلقتي لقلبي المطرحك جوا، كلمة منك بعيش كلمة بتنهي حياته. أنت خلقتي لقلبي المطرحك جواته، كلمة منك بعيش كلمة بتنهي حياته. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني انخرب بيتي، شو بعمل بحالي مش معروف. لا 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 يا ويلي من حبك، سكر على مربى احساسي وانا جنبى مش مقبول. هالبنت القاوي شو غيرت فيه، لهفتها وخوف علي مش معقول. يا ويلي من حبى، سكر على مربى احساسي وانا جنبى مش معقول. هالبنت القاوي شو غيرت فيه، لهفتها وخوف علي مش معقول. انت خلقتي لقلبي المطرحك جوا، كلمة منك بعيش كلمة بتنهي حياته. البنت القوية طبعا من الأغاني الجميلة جدا الفنان وائل كفوري، وهي طبعا رايجة كتير مؤخرا تقريبا من الصيف اللي فات. فالبنت القوية، بنت قوية حقيقة، شنو كان قصده بالبنت القوية إذا هضرنا على مجتمعنا المغربي؟ أنا بقول البنت القوية اللي عندها، مش بتكون فنانة ولا مش فنانة، بنت قوية اون جنرال، بنت اللي عندها كاريزما، بنت اللي عندها أفكار وعندها مبادئ تشبه بيهم، البنت اللي عندها طموح، عندها the red lines، عندها يعني بنت كاري، بنت عارفة اش باغا وعارفة اللي ليها وعارفة اللي ماشي لها. شوف هادي تبان لي بنت قوية، وتنحيي بزاف المرأة المغربية والمرأة اون جينيرال اللي تتفكر بالطريقة هادي. والحمد لله حنا لا في الدومين ديالنا ولا في المجتمع ديالنا تنطلقوا مع دي فورت فام، تنقولوا حنا مرأة قوية بزاف. واش القوية هي اللي عندها ان فور كاركتير باغ اكزومبل؟ لا ماشي ولا تيكون عندها فور كاركتير. نو نعم، قوية هي قادة براسها، كتعافر باش تعيش وتكون هي وتثبت الوجود ديالها في أي ميدان كان. يعني سواء الفن سواء من غير الفن، تكون في ذاك الميدان عارف راسها شنو باغية والبيوت ديالها وكتسعى ليه بواحد الطريقة اللي تكون زعما. نعم إلياس، بحال دابا حنا يعني واش كنقدروا نقولوا ان البنت القويه يعني هي المراه القويه؟ هي كثير الناس كيسحبوا غير مثلا المراه اللي في المدينه، هي اللي ممكن هذيك المتعلمه اللي واصله لواحد الدرجه مثلا من التعليم او لا من ولا في الشغل ديالها، هي ربما عندها المؤهلات باش تكون البنت القويه. ولكن بالعكس كاين نساء في الباديه وتسمع لهم البنت القويه، تشوفها واحد كاريزما واحد الشخصيه، كتقال المراه في الباديه تربي الوليدات وتقابل الماشيه يعني المهم طبعا كتعاون الراجل كيهضروك يعني. غير الباديه كنستحضر حتى في المدينه هذيك البنت اللي كتمشي تخدم في معمل وكتجيب فهمتي مسكينه وكتعاون دارهم، انا بالنسبه لي بنت قويه. وهذيك البنت اللي كتسربي في قهوه فهمتي وكتخدم وكتعامل مع الرجاله ولكن بواحد الشخصيه وبواحد كتفرض الاشاره ديالها مستقله بافكارها، هذيك هي البنت القويه. هذيك المغنيه مثلا اللي كتخرج وكتمشي تغني وكدير وكواحد هذيك بالنسبه لي انا بنت قويه. يعني اي واحد اي امراه
كتأدي العمل ديالها وكتحمل مسؤوليتها كما ينبغي وكتفرض الاحترام ديالها، هذيك بالنسبه لي انا هي البنت القويه. نعم. طيب هذا كان غير من باب اننا نناقشوا شويه ونهضروا شويه كذلك ونعطيوا واحد كان دائما نعطي واحد القيمه للمراه، يعني المراه دائما خصها تكون مستقله بافكارها وهي فاعله يعني في المجتمع، يعني في جميع الميادين. طيب نرجعوا معك الياس، فنبغيو نسمعوا هذه الاغنيه، هذه نهضروا عليها شويه اكثر. الاغنيه اللي دابا حاليا بيان سور دابا كاينه في لاشين يوتيوب ديالك اللي بغاها راه موجود، دونك غاده مزيان في التوندونس الحمد لله، يعني لقات اقبال كبير وتفاعل مع الجمهور بواحد الشكل كبير. وتخيل دابا فات كنكون انا كنسمعها في الزنقه كيصيفطوا لي اصحابي على برا، دونك واحد الاحساس. دابا واحد الاحساس مثلا وانت غادي الياس وملي كتشوف الاغنيه ديالك مثلا، انت وقفتي في شي فيروج ولا وقاس في القهوه وواحد دايز في الفيروج وقعت لي وقعت لي ما كتعرفو ما كيعرفك، وقعت لي في حدا السيال غادي دايز حدا السيال كنت ما نخرج نقول لهم راه انا راه هو انا راه انا را. لا احساس زوين يعني. شوف احنا الفنانه هذاك هو الخلاص ديالنا، ملي كتشوف شي عمل ديالك كيتفاعلوا مع الناس مزيان، بحال ملي كيصفقوا عليك، بحال ملي كتكون كتعزف وكتشوف واحد منتبه ليك وكيتباك، هذيك احسن خلاص بالنسبه لحنا لي زارتيست، وهذاك التجاوب الايجابي ديال الببليك معنا. لان هذه التوليفه اللي كانت صعيبه بالنسبه للشكل بحال ديال الياس طه، لان صوته طربي متسلمد على اوراوي على المدارس الكبيره المغربيه العربيه الكلاسيكيه، مدارس عبد الوهاب وام كلثوم كريم محمود، مدارس محمود ادريسي، حبيب بكالي، حسن القدميري، الراشدي الى غير ذلك، هذا اللي بخيط طبعا. ولكن باش يلقى واحد التوليفه ويلقى اغنيه جديده وتتماشى مع الصوت ديالو وتمشي مزيان، هذا هو اللي كان التحدي اللي كان عنده. شوف سي عماد، حنا دائما خصنا نتابعوا العصر. يعني الطرب راه كاين كلشي تيسمعوا وعندهم ماليه، ولكن كاين واحد الجمهور اخر اللي خصو هو يتقاس واللي فارض الصوت ديالو دابا في هذه الوقيته هذه. انا انت عارف انا من اخر مانجمنت درت انا وسعد مجرد ابخي انتي باغي واحد، حبست المانجمنت واتجهت لوشما وقابلت وشما، ثم بقيتش درت زعما دي بروجي ولا بقيت درت مع دي زارتيست. الياس كما قال لك صاحبي من زمان تنعرفو، تنعرف القدرات ديالو في الغناء وتنعرف يعني اش يقدر يدير، ودائما فاش كنتلاقى ولا تنهضرو تنقول دوماج الياس، الياس راه اوكي راه الطرب راه زوين راه خصنا الطرب، ولكن راه كاين واحد الجمهور حتى هو ما تيفهمشي تيعرفك اش باغي، بغينا يعرفك بواحد الطريقه بواحد الطريقه في الغناء ديفرنت، وكان ديما تكون هضره ما عمرنا زعما تعمقنا في سميتو. حتى كما قال لك مؤخرا تلاقينا قلت لي واش موجود؟ واش موجود المعلم؟ قال لي موجود. قلت له ان شاء الله. سمعت الاغنيه عجبتني، فكرنا في الاستراتيجي، بدينا تنفكروا كيفاش نصوروا بعد الاغنيه في الاول، لقينا هذيك لو تيم، اتصلنا بالاستاذ المخرج محمد علي الويني، ريحنا درنا ميتينغ، لقينا لو تيم اللي غنصوروا فيه، بدينا خدامين في الاستراتيجي. خرجنا الاغنيه دونك دابا راضي انتم دابا حتى الان على الطريقه باش غادي العمل. انا راضي العمل، مازال انا راضي فيكم ما تبقاوش جدو مصطلحات ديال مصطلحات بحال داك الحسي انا اش دبا هذيك تبقاو تقلبوا على الاغاني اللي راه فيها غير نفكروا لي انا نكون معك صريح قولوا لي شي حاجه فيها اش داني انا نكون معك صريح الاول قلت اش داني لهذا الشيء اش داني وعلاش مشيت لا سي فري سي فري فاش تلاقينا قلت فهمتي انا التشالنج ديالي ماشي مازال ما ربحتوش، انا التشالنج ديالي بني غندير ثلاثه اربعه وغادي نوصل المغني او الفنان او الصديق الياس طه لواحد البلاصه اللي كانت تستاهلها من شحالاتي، اللي غير باي ذا واي ما كانتش كما قال لك تيم لاي شوف فنان اي فنان خاصو تيم، والتيم هو الفنان يعني. نعم بكل صراحه بما يعني انك جبتي سعد المجرد، فطبعا سعد تنحيوه مره اخرى، سعد حقا يعني مثال النجم الناجح الحمد لله والله بخير، انا بغينا نشوفوه قريبا معنا. بيان سور انت اشتغلتي مع سعد بزاف، انا هو المانجر في المغرب معنا، درنا سالينا، درنا الالبوم ولا عليك اللي فيه مرحبا بمالو، في 14 15 اغنيه، من بعد درنا انت باغيه واحد. في انت باغيه واحد انا هي كثرت الحمد لله الخدمه وتشهرت وانتم شوقع، سو كان عندي
بعطيك ديك السيف سيف دو حد يعني نمشي هكا يا نمشي هكا نعم. وانا بالطبع عندي البزنس ديالي سو كنا قلنا اوكي احنا الحمد لله اصحاب وخوت اليومين هذا مي كل واحد كمل في البزنس ديالو. طيب انا نحرجك شي شويه نسولك واحد السؤال دابا شنو حرجني كاين شي اغنيه ديال حرجني الى هضرت سولتك على سعد شنو الذكاء ديالو فين كاين قوه ذكائه قوه الذكاء ديال سعد انه اول حاجه تيتيق راسو تيتيق الافكار ديالو بزاف ما تيخافش اللي كان تيعجبني فيه فاش في البيرود فاش كنخدم انا وياه ان حنا بجوج ديك الساعه دخلنا امريكان يعني بجوج جايين بواحد لا مونتاليتي صغار مشينا امريكان صغار مشينا عندنا 17 عام 18 عام رجعنا للمغرب عندنا واحد 26 عام 27 عام 30 عام سو 10 سنين ولا 12 عام في امريكان ديال فهمتي العقلية الأمريكية عاوتاني شكون خور كتسيرتو فين خدمنا خدم على المغامرة كما كنقولوا الزعامة في أي حاجة في البزنس أنا كنت في ميامي خدام في الانترتينمنت خدام في الموسيقى تا هو لا ميم شوز في نيويورك يعني جايين وبغينا نعطيو واحد كنا ديما فاش نسريحوا كنا تنقولوا بغينا نعطيو واحد الحاجة جديدة في الموسيقى المغربية فهمتي وكان هو دائما هو مجتهد بزاف هذه أول حاجة فيه وذكي بزاف وذكي في غناه بزاف و هي بليف ذا مونتاليتي ديال تيم ورك يعني تقولك انا التيم خصني نخدم بالتيم يعني كل واحد عنده خدمته باش تقدر هذا العمل ينجح بالطبع ماشي ساهل باش كل فنان يدير التيم ديالو سا برون بوكو دي تروك وخدمه ومسائل بزاف والله يكون في العون مي فاش تتلاقى مع الصحاب اللي تيبغيوك وتيامنوا بك تتكون القيز والحمد لله كيكون تكون واحد المساعده اكزاكتومون حنا كنا واحد التيم اللي حنا حباب وخوت وصحاب وكنا خدامين كنا وانا تنعاونو في خدمته هو تيعاونني في خدمتي والاخر تنعاون وشي تيعاون شي والحمد لله الحمد لله تتشوف شي حاجه توفق فيها وتتفرح بزاف يعني تقول بار اكزومبل انت باغي واحد انا كنت من الناس اللي كنت في هذاك العمل والناس اللي شاركوا في هذاك العمل تنفرح سو هادشي قلت لك انا قبيله انا ماشي جيت من فراغ فاش بغيت نغني ولا جيت انا ولد الموسيقى عارف الموسيقى وفاش تيقت الياس وبغيت نخدم معاه وعارف اش نقدر نجبد من الياس في الموسيقى عارف اش نقول ممكن نشوفوا الياس قريبا داير البلباله في العالم العربي ان شاء الله على خطط سعد مجرد مثلا ماشي على خطط على خطط ديالو هو كل واحد وعنده التمبر لا حيت ولكن سنه لا حيت كيكون ضروري يعني كيكون عندك واحد المعيار ولا مقياس حقيقه سعد مجرد داكشي اللي حققه ربما ما يمكنش عشرات الفنانه في العالم العربي قدروا يحققوا في واحد الدرجه شوف انا تيقول لي شي واحد فنان تيقول لي سعد مجرد ماشي فنان سعد مجرد ظاهره كاين فنان وكاين ظاهره ان داكشي اللي دار سعد مجرد يعني فهمتي هو ماشي يعني طونكو حنا فنانه ولا موسيقيين ولا اي فنان في العالم اي سيرتو مغربي خاصك تفتخر بان عندك ولد بلادك اللي حبس واحد النار واحد الناس اللي كانوا طاغين علينا حنا في الموسيقى وقال لهم ديروا بوز الله يخليكم شويه خلينا وبرافو عليه برافو عليه تحيه حاره تحيه لكل الفنانين والنجوم المغاربه من هذا المنبر نرجعوا معك اضرب يا قلب مرحبا ستي يلا يا قلبي ضرب غتكون اول برنامج يعني غنائي غتغنى فيه غنغنيو لايف غنغنيو لايف ولكن قبلوا علينا باسكو ما مجداش مع الفرقه الاساتذه راك يعني انا ثيق في الاساتذه وعارف القدرات ديالهم سي بور سا غنجي نزعم يلا تفضل ضيعت الغالي ضيعت الغالي ورخصت في عينينا وآه يا ليالي وشي نسينا ضيعت الغالي ورخصت في عينينا يا ليالي
واش نسينا وراح تندم على ديك الايام وتقول يا ريتني ما كنت غلطان وراح تندم على ديك الايام وتقول يا ريتني ما كنت غلطان اضرب يا قلب اضرب يا قلب اضرب اضرب يا قلب احنا نستاهل اللي اعطيناه الحب طلع ما سائل اضرب اضرب يا قلب احنا نستاهل اللي اعطيناه الحب طلع ما سائل راح يحكي فينا للناس يقول اي كلام وخلاص راح يحكي فينا للناس ويقول اي كلام وخلاص اضرب يا قلب اضرب يا قلب. طبعا سمعنا فيرسيون لايف اضرب يا قلبي طبعا هي شويه ايقاع خليجي اعتقد دونك كلام ممزوج بيان سور. المهم باش علاش بالضبط اختاريتي هذا الستيل ان تمشي بهذا الايقاع شويه خليجي نوعا ما؟ العلاقه ديال الفنان عموما مع الاعمال ديالو عمرها ما كتبنا بواحد المنطق ديال العقلاني كتبنا بمنطق روحاني. حنا الفنانة ما كنختاروش بعقلنا كنختارو بقلبنا احساس. اول ما سمعت الاغنيه حسيت بها غنيتها تفاعلت معها هذا هو يعني ثق بيا اخويا عماد ماشي بالضروره ان اي حاجه نفهموها واي حاجه تكون عندها اينولوجيك بالعكس الفنان خصو يفونكسيوني بالقلب ديالو بالفيلينغ ديالو هذا هو السر. انا الاختيارات ديالي كلها تبنات على هذه المنطقه ما كتحس بالحاجه كتعجبني كان جواب ذكي وجواب يعني في الصميم جاوبتني لان هذا السؤال اللي غادي ربما يعطي لك بزاف الناس انا سهلت عليك القضيه قلت لك دابا وربما باش تجاوب هذا الجواب زوين قلتي حقيقه ربما كنت مع اول مره واحد جاوبني جواب تيقول لك اودي الاعمال ما كتمشي بالضروره خاصها تمشي بالمنطق ما خصكش تكالكولي ولا لا رحيت انا خصني نبدا ندير شي اغنيه واعره خصها تكون مغربيه باش يعني ايقاع مغربي باش شي وحدين يعجبو من الحال اكثر من دابا انت كيما قلتي الاحساس وما يريد اكزاكتومون الحاجه خصك تبغيها وتبغي فهمتي تحس بها وهذا هو اهم شيء حيت كتبقى دابا توجد في شي اغنيه وكتجيب واحد ما عرفت منين كتقول له دخل هذا السولو في الاخر ما كيصدق حتى شي حاجه وكتقدر دير جرى الا كانت فيها الفهامه شويه الا كثرتي فيها الفهامه ما كتصدقش الحاجه خصها تبقى هذا كيما تقولوا انك تبغيها من قلبك وتبغيها ياك صوفيا الاعمال انت ملي كتبغي ملي كتقبلي الاعمال واش ضروري كتبقاي تشوفي واش هذه غتليق ليا وعندك بلاتي اولا دغيا قريتي السيناريو وحسيتي به؟ لا قريت السيناريو وحسيت به وحسيت ذاك البيرسوناج اللي غادي نلعب غيضيف ليا شي حاجه وقريب ليا عجبني نقدر نلعبو ونقدر نعطي فيه ماشي حاجه اللي غنديرها وغادي ندوز ان ابيرسو بلا ما نديرها احسن فهمتي ما تكونش قريبه ليا وما غنعطيش من القلب حيت حتى السيناريو ملي كتخرجوا بعفويه ومن قلبك فريمون حاس بداك لا سيتوياسيون كيعطي واخا يكون سمح لي السي عماد واخا يكون لو غول غير صغير كيبقى عند الجمهور عاقل عليه واخا ولا كان لو غول كبير وانت ما حاش به وما كتعطيهش من القلب ما يعني كيما بحال الشكل ديال في الغناء في الاغاني في هذه الكومسا اللي كتجي وكيحسبها الانسان وكيخرجها وكتضرب ليه مثلا انت ما غاديش تقولي لا وانا بغيت نبقى دائما هذيك الفتاه الجميله اللي مكاري خصني نكون بنت كذا فشوش اولا شي سكرتير واعره لا بحال الا بغيتي ديري مثلا بنت جاك دور ديال البنت متشرده نديرو بالعكس كنتمنى نديرو واخا تباني واخا يخسروك في الماكياج وداك الشيء ما كان حتى مشكل ديجا انا لعبت في حديده لعبت بلا ماكياج بلا حتى شي حاجه بالدراب داك الشيء بالعكس وكان وهذا هو الممتع وكان عجبني لو رول وعطيت فيه ماشي ضروري نكون زعما مقاده اكيد حنا ملي كنشوفوا مثلا اكبر ممثلين اللي نشوفوا في العالم العربي مثلا الشكل ديال المرحوم محمود عبد العزيز فحقيقة كيفاش كتشوف هو في دور رئيس مدير عام شركة هو في دور مثلا متشرد هو في دور جاسوس. ديال جاسوس خلاص هذيك في رأفة الجزانة كيفاش هذاك هو الإبداع في الإعمى في الكيت كات أعتقد كيت كات هو فقيه هو يعني إبداع كل شيء الممثل شنو هي الممثل؟ الممثل خصك تمثل واحد الدور وتلبس واحد الشخصية
انا زعما كاين شي ممثلات وكلا انا ما نديرش هذه ما نديرش هذه ندير شي حاجه اخرى من بعد التمثيل. ممثل هو نعطيك انا كما قلت السيمه نعطيك دور متشرده بالعكس كما قالت لي وفرحات على الشيء فاش قلت لها متشرده فرحات وجابت فرحانه انا بغات هذاك الدور يعني حيت اتس تشالنج فور هير عاوتاني واش غتبان واش غتقن الدور واش ما تقنوش هذيك الساعه تيبقاو القدرات ديالها مي الارتيست هو اللي ياخذ التشالنج في اي حاجه. برافو عليك الله يبارك فيك. والتمثيل ما كيعتمدش على جمالية الصورة فقط هذا يمكن غادي يبقى محصور في واحد البلاصة أنا ما بغيتش نبقى محصورة في واحد الكاري أنني مثلا كما قلتي نكون سكرتير ولا لا أنا بغيت نكون حمقى بغيت نكون مامون بغيت نكون بنت بغيت نلعب بزاف ديال الأدوار نعم. مختلفين بغض النظر على وجهي كيفاش غيكون لو رول كيفاش غادي نديرو أسكو غادي نوصل بصح أنه تيقني ذاك المشاهد أنني مثلا متشرده او لا طبيبه او لا تيقني انني افكتيفمون انا هو ذاك البيرسوناج هنا اللي وشنا كثير من كذلك الفنانين المغاربه ماشي فقط المصريين كذلك تقمصوا ادوار في مختلف يعني تقمصوا يعني مختلف ادوار مثلا رشيد الوالي وغيره من الفنانين هكذا كي انا كنتفكر دابا رشيد الوالي كيفاش كان كي بعد مرات كيفاش تي يعني من دور لدور من شخصيه الى شخصيه فبرافو ونحيي جميع الممثلين والممثلات المغاربة بيان سور. كي كونسيك شي واحد في الاختيارات ديال الأدوار؟ لا راسك راسي وما بتيت فامي راسي يا راسي جات فيك أنا شخصي لا دابا بقي غير أضرب هي راه جاري يا جاري ولكن راسي يا راسي يا اللي بقيت أنا راسي غير أضرب. طيب نرجعوا مع إلياس غادي ديك الاغنيه اللي بغى يهرب لينا منها ادريس حنا غادي نديروها ضروريه في هذه الحلقه هذه خايف الله هذا شويه ديال الطرب والسلطانه والمشيخه يلا تفضلوا طيفك في منامي قبل ما أحبك طمني بالوصل وقال لي وأنا مشغول بك أنا ظهرني طيفك في منامي قبل ما أحبك طمني بالوصل وقال لي وأنا مشغول بك خايف لكن خايف يقول إني بحبك ولو داريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياه خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياه ولو داريت عنك حبي تفضحني عيني في هواه يقولوا لنا وما سمعناش اليوم إلياس كاع في المغربي عرفتي واحد المغربي موجودين اشنو الموجود شنو يبدا انا ما نقدرش نكون في الدندانه وما نغنيش الروائع المغربيه اكيد غنديروا اخرا شاركتي في واحد الحفل ديال طبعا هو كان تكريم او اوماج للفنان محمود الادريسي الله يرحمه وطبعا احنا كنا من عشاق الفنان محمود الادريسي يا ريت للاسف هذا حال الدنيا والأقدار ديال الله سبحانه وتعالى ولكن حقيقة كما تنقولوا بحالة ما شبعناش منه
انا والله سيدي ما لحد الان ما مستوعب ان محمود الله يرحمه مات كيفاش. انا بالنسبه لي ما كنتخيل او مات زعما راه عاموز ربما الله يرحمه عاموز زياده. ولكن الاغاني ديالو كانت اغاني رائعه، ربما كان ما كانش دائما باين هو في الصفوف الاماميه كما تنقولوا داك لو بروميير بيلوتون لي بحال، ولكن دابا عاد حتى كي نفتقدوا الانسان عاد كنعرفوا القيمه ديالو، نعرفوا القيمه ديالو الحقيقيه. هو كانت عنده قيمه كبيره فنيه، صوت رائع، اداء متميز، الاداء ديالو داك الصوت ديالو داك النغمه ديالو. فانا دابا يعني ديرنييرمون كتجي واحد الفترات، دابا انا هذه الفتره هذه واحد اشهر الفتره ديما في ضروري محمود ادريسي، وانا في الدار بالليل او في الطوموبيل او فحقيقة نديرو ليه أمتي توماج ونسمعوه من عندك إلياس. شنو كاين بزاف كاين، المهم اللي بغيتي محال نساك البال، ساعة سعيدة، يزهر طيرا يعود، عيشي يا بلادي عيشي، المهم أنا كنفكرك محال واش ينساك شي ما قلت محال واش ينساك. ينسك البال واش ينسك البال، محال اسمك يتمحى، محال غبتي انت وبقى الخيال، وايلي وبقى الخيال، غلني فمصة وضحى، محال واش ينسك البال واش ينسك البال، محال اسمك يتمحى، محال ينسك البال، غبتي انت وبقى الخيال، وايلي وبقى الخيال، شغلني فمصة وضحى، محال ينسك البال، وما زال ما زال ما فقدت الأمل، ما فقدت الأمل، وما زال ما زال ما فقدت الأمل، ما فقدت الأمل، وما زال وما فقدت الأمل، وما زال ما طويت صفحة. في حياتي ومرسومة في صميم القلب، في صميم القلب، كيفاش يمكن نطويها، كيفاش يمكن نطويها، سبحان بعض من ذاتي، من ذاتي ومن سوجة، بخيوط الحب، خيوط الحب، ودموع لوفة ترويها، دموع لوفة، أو صفحة غالية في حياتي، في حياتي ومرسومة في صميم القلب، في صميم القلب، ودموع لوفة ترويها، دموع لوفة ترويها، سبحان بعماتي، ومن ذاتي ومن سوجة،
بخيوط الحب بخيوط الحب ودموع لوفات رويها ودموع لوفات ولا طويتها نتألم ولا طويتها نتألم وتفاجأ عليها الهواء وتحلى الدنيا بيها ولا 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 نسيتها نتألم ولا نسيتها نتألم ونعيش تاني في الموحى وتحيا الدنيا بيها وما زال ما زال ما فقد الأمل ما فقد الأمل يلا يا صاحبي وما زال ما زال ما فقد الأمل ما فقد الأمل وما زال وما فقد الأمل وما زال ما طويت صفحة السلام عليك بارك الله عليك هذا زيتي عطيتنا فتحتينا الشهيه ديالنا نسمعوا مازال شي اغنيه مغربيه من اغاني الزمن الجميل العكيد فانا بغيت بيان سور غنبغي نتعرف على الخطوه المقبله ديالك مثلا بعد ما دابا انت خدام على هاد لا شونسون اضرب يا قلب يا قلب فشنو لي زوبجيكتيف شنو الاهداف واش كتوجدوا ديجا كتبريباري شي حاجه الياس اولا تعطيها وقتها قول لنا كيف ما شار عصام قبيلة مهم حنا مازال عندنا أغاني أخرى دابا سالينا ألبوم آخر اللي هو نوستالجيا رقم دو جوج باسكو أنا كدرت نوستالجيا أن دابا نوستالجيا جوج ساليناه من توزيع يعني وتأليف موسيقي ديال الأستاذ هشام بلامين هشام بلامين اللي طبعا كان اللي رافقنا ولسنوات معنا هنا في دندنة هشام اللي كنحيو ألف تحية طبعا والخطوة الثانية البارح عاد يلا يعني خدينا العقد ديال سينا العقد ديال اغنيه جديده مع الفنان سي مهدي مزين والسي محمد المغربي والسي طارق الحجيلي والسي مداره يعني اغنيه ان شاء الله تحت الاداره والاشراف ديال سي عصام واشما وخدينا البارح يلا سينا العقد ديالها وتكون يعني الخطوه ان شاء الله دابا غيخرج نوستالجيا ومن وراه مباشره غيخرج اغنيه اللي خدينا عباره عن كليب حتى هي وداك الشيء ديال برافو عليك علاش كتقول وما باغيش باغي يخرج لافورماسيون وما باغيش يخرجها المهم باش نعرفوا كيشوف فيك دابا بحال كيشوف فيك واش يقول ما عنده ما يقول فهمتي صافي خصو يخرجها تبديت كدوي وكنقول بعد تولي ما خصهاش تخرج ما نقولها لك اون انا شوف دابا ولكن خرجها الوعره دابا ما كيشوفك وانت دابا حنا ما عارفينش واش كتشوف فينا مع نظرك حليل كيدير فيها كيدير هذيك لا تقول يا ايمن تحديدا يعني والبرنامج ديالك دائما كان في الخير عليا انايا يعني وهذا البرنامج حققت من خلاله يعني نجاحات كبيره وكان ودرت جمهور من هذا البرنامج ومعاك وماشي دابا يعني من دائما يعني انت من الناس اللي كانوا معايا دائما في المسيره ديالي كنتي نعم الصديق ونعم الاخ تستاهل يعني وبالعكس هذه شهاده في حقك من جميع الفنانه وشكرا مره اخرى لهذا افيك بليزير بالعكس انا فرحت لهاد الخطوه اخرى كتبان لي مرحله جديده في يعني في فنيه بالنسبه لك لان تعرفتي صوت طاروب كتغني في جميع الحفلات مهرجانات السهرات ولكن بغينا نشوف عاوتاني الياس كذلك كتبقى حافظين اخويا على الاساس راه هو الطرب غير هو بيان سور الياس نعاودو نشوفوه كي زعما كاينه شي اغنيه بعدا كاينه الدقه المراكشي دابا غادي معايا تا هو في السون ديالي ماشي مشكل طيب الى سولتك مثلا بالنسبه لحنا تقريبا يعني داو كيتصوروا الاعمال ديال رمضان لا باقي عندنا باقينا اشهر ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه على الجميع على جميع المغاربه وجميع الامه الاسلاميه كيبداو دابا الاختيارات كيبداو الاعمال هي ديجا صورنا واحد تيليفيلم مع المخرج حميد زيان اللي غادي نكون فيه بواحد لوك فريمون جديد ومبدل عليه نهائيا وفرحت بزاف حنا مازال كنهضروا على زعما على شنو هما الادوار اللي كنت باغا نلعبهم هذا من الادوار اللي كنت باغا نلعبو وان شاء الله يكون يعجب الجمهور وأوسي دابا غادي نبداو التصوير في شهر جوج ديال واحد لا سيري اللي غتكون حتى هي في رمضان حتى هي مع المخرج حميد زيان وان شاء الله
يكونوا زعما اعمال زوينين. من الملاحظ بانني كنشوف مثلا شي اكتر ولا اكتريس مثلا ملي تيبان كيتوهج داك يعني داك الشمعه ديالو كيبقى يخدم بزاف مثلا مع مخرج واحد او ماكسيموم جوج يعني ما كيتنواش. علاش كيولي صافي دايز داك الفيلينغ مفاهمين حافظك وحافظاهم مثلا التيم ديالو؟ دابا انا حتى دابا خدمت مع بزاف ديال المخرجين مع نفس المخرج اللي تعاودت مع خدمت مع جوج مرات هو حميد زين. وهشام بيان سور وهشام جباري جباري كنحس براسي معهم مطلقة ما كيخليوك اليز فهمتي كيعطيوك داك المساحه ديالك انك كيديريجيوك مزيان وصافي كيكون عارف البيرسوناج ديالك كيفاش داير والبيرسوناج اللي غتلعب كيفاش داير والبيرسوناليتي ديالك كيفاش دايره دونك كيخليك تلعب اريحيه ما كتبقاش ورا تعطيك مساحه باش تعبريك هذاك بلوس ما كاينش داك التقييد ماشي داك كاري. انا الى بيان سور غنتشاور مع عصام وهشما دونك الكليب الجاي ديال الياس غادي نديرو الاخراج الى قبل ناخذ صوفيا كبطله في الكليب. مرحبا الياس سيمون قبل عشان كيف لك ما قبلش عشان الكم الهائل من النجوم شرف لينا اي عمل غتكون فيه انت ولا صوفيا يعني اكيد غيكون عمل مشرف. وانا قلنا زي ما قلنا قلت غير بالضحك ولاش لا ما تكونش باسكو فريمون الكليب الجاي ما غنحرقوش مي غيكون فيه دراما غيكون فيه يعني ما غيكونش كليب اللي تنعرفوا يعني الارتيست والصور تكون شي حاجه جديده شي حاجه جديده على الساحه المغربيه تنتمنى ان نتوفقوا فيها يعني مغامره غادي تكون مي ان شاء الله غتكون شي حاجه اللي غادي ان شاء الله غتعجب المغاربه وغتعجب الوطن العربي ان شاء الله. كذلك بالنسبه للاعمال ديالك مثلا شنو لي بروجي ديالك الا بغينا نهضروا يعني بعجاله لي بروجي ديالك ارتستيك حتى في الستيليزم عندي الكوليكسيون غتخرج ان شاء الله ديال 2022 دي طايور اللي خدامين عليها وان شاء الله يكون الديفيلي ديالها في مون جونفي و او ميم طون عندي لو سينجل ولاد باب الله اللي تقريبا 80% من التصوير كمل تنوجدو دابا غير باش نخرجو حتى هو ان شاء الله في جونفي وعمل سينمائي ان لون ميتراج مع مخرج منصب بالخياط اللي غندون صورو ان شاء الله واش ورا رمضان ولا مازال ما عاد الكورونا تقلبوا الاوقات خلال البروميير فوا السينما لا انا بالعكس انا تندير غير السينما درت دو فيلم من قبل درت بيرن اوت مع الخماري ودرت تاكسي بيد تاكسي بيد وي تاكسي بيد اللي فيه الخياري وفيه انس الباز وفلان ودرت الفيلم ودرت الفي اي بي في رمضان بصراحة الأعمال فيكسيون تعجبني السينما لقيت فيها راسي بزاف هادشي علاش مركز على السينما وكما قلت لك يعني فيلم المهم تعجبني النوع ما تنبغيش الملل في حياتي وما تنبغيش نبقى ندير حاجة وحدة في حياتي ستيليزم تنبغيه وتنموت عليه زعما رزقي من عايش به مي الغناء ولا التمثيل سي دي تخوك اللي تنديرهم باغامون اللي تيعجبوني دابا الماناجمنت دابا دونك واخد تجربه غير مع ايدي طرد خبز لا الماناجمنت شوف دابا الماناجمنت واش مثلا ماشي الماناجمنت نقولوا الماناجمنت من البرودكشنز ديال ايليا ستار نحيدو حنا من الماناجمنت البرودكشن ديال ايليا ستار بانه واخدو انا واخد ايليا من غير كان كما قلت لك صديق وفان ديال صوته وفان ديال الكاريزما ديالو وعارف اش نقدر نجبد من الياس ما واخدو تشالنج مع راسي تاعنا نقدروا نقولوا الدور ديالك هو بحال بروديكتور اكزيكوتيف اكزاكتومون نقدر نقولوا بروديكتور اكزيكوتيف يعني منتج منفذ يعني انا مع الياس فهمتي مع الياس ما واخدش مانجمنت زعما وصافي غير نو سي با سا حيت المفهوم ديال مانجمنت ديجا في المغرب شويه غلط الناس ما تيعرفوش شنو هي المانجمنت ما تيفرقوش بين المانجمنت والبوكرز كاين بوكر بوحدو والمانجمنت بوحده والبروديكتور بوحده حنا مع الياس الحمد لله سي سي سي, سي, سي ان بروجي اللي كيفاش نشوف فيه انا سي ان بروجي ابار كيما تنقول لك انه صاحبي وخويا ايتوسا سي ان بروجي اللي ما عندوش علاش ما ينجحش ما كاينش عنده حاجه وحده علاش ما يكونش ضارب حتى هو واصل سميتو ومخرج
اعمال اللي تكون هي مع تتنافس الكبار. هذا الشيء اللي كنت نقصت قبيله لما قلت مثلا خطى سعد مجرديه انه يكون عنده اعمال ضاربه ماشي غير فقط سعد، راه كاين كثير قلنا الفنان باش مثلا باش نقول سميت لان كنخاف ننسى شي وهذا دونك سعد كيبقى ان بون اكزومبل. مي بيان سور انا نشوف بو موا سعد خطى يعني احنا شوف في البزنس ولا في البيع والشراء عندك واحد الطريقه اللي تتبيع بها على واحد السيد اللي نجح بها خطة سعد مجرد بيان سور نجحات. الا غادي الا غناخذوها اتس بيك راه مغربي ولد بلادنا بلاكس افتخار ناخذوها. مي كل واحد غير كل واحد ياخذها بالطريقه ديالو. طيب هضرنا غير بعجاله هضرنا على السينما وكانت جات في بالي نسول كذلك صوفيا بن كيران. صوفيا علاقتك بالسينما؟ مازال ما تحتش لي الفرصه انني نمثل في شي حاجه ديال السينما ومي فريمون حتى هي من الاهداف ديالي انني زعما باغي. ما كتخلعش السينما شي شويه بارابور للتلفزيون مثلا؟ لا هي تجربة رائعة كانت زمان نلقى الفرصة باش ندخل لعالم السينما فريمون. دونك حتى الان مازالك ما جاوش ادوار؟ لا لا بعد الحلقة مني غادي تدوز ان شاء الله غادي تدور ادوار تنهال عليك ان شاء الله. السينما السينما شنو السينما اللي عجبني وعلاش نبغي ندير السينما؟ لان الغرض ديالي انا في التمثيل ماشي باش نخدم في التمثيل، السينما سي بحال واحد البلاصة اللي ترتاح فيها. السينما ما عندكش حدود ماشي تعجبني في السينما. التلفازه كاين قيود كاين حدود كاين لا هذه ما خصهاش دار دي ما دارش. السينما نو السينما اعطيها اش عندك قول اش عندك يعني يور فري في التمثيل ما عندكش يعني شي حاجه تقول لك هذه ما نقدرش نقولها ولا ما نقدرش نطلع الدور ولا ما نقدرش ندير الدور. طيب هادشي باش السينما زوينه. اوكي نرجعوا للجو الطرب المغربي معك الياس تقريبا حنا جينا على نهايه الحلقه نسمعوك بعدا في هذا هو مازال لا مازال نزيد نعاود نزيدوا واحد جوج اغاني يلا اعطينا انت اللي غتقول لنا شنو نسمعوا في حاجه مغربيه نبقاو في المغرب. انا غني لكم واحد القطعه عندي معها ذكريات استثنائيه ماشي انا كلنا ربما لا جينيراسيون ديالنا حنايا كنا كنكونوا غادي للمدرسه الصباح وكنسمعوها تن 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 كيفاش يمكن قلبي ينساك وانت في وجودي وكيان. الله الاستاذ عبد الهادي بخيا عبد الهادي بخيا الله يلا تفضل. كيفاش يمكن قلبي ينساك وانتي في وجودي وكياني كيفاش يمكن قلبي ينساك وانتي في وجودي وكياني ولساني انتي والحق معاك ولساني انتي والحق معاك وعفاك لا تقوليش نساني عفاك لا تقوليش نساني انتي يمكن تقدر تقصاي وتطوي الماضي يطي كتاب يمكن قلبك يهجر يقصى وتسبي كل شي في المكتب يمكن قلبك يهجر يقصى وتسبي كل شي في المكتب عايش في رباني وجميل الماضي حاضر واللي فات قبالت عينيا ونار وليل لكن أنا مع الذكريات عايش في رباني وجميل الماضي حاضر
قبلت عينيا ونهار وليل نهار وليل نهار وليل كلامك الحلو كلامك الحلو موالي وكل أغنية مازال مازال خيالك بضلو خيالك بضلو عشيري وما يفرط فيا مازال صدى كلامك الحلو عشيري وما يفرط فيا مازال ومازال انت في عيني ورضا وفريدة في دنيا الجمال طول الزمان طول المدة بعطر فيحة وما تدبل ومازال مازال يا سيدي ما السلام عليك شكرا شفت فاهم في صديقي صامو هادشي اللي كنت بغيت علاش ضحكتي تفكرت هذيك القضيه ملي قلتي لي هذا النظر ما كنعرفوكش فين كتشوف وانا القادر ها وكيدير بعيني فيها ويجي له دابا انت راك تدير معها ضحكتي معها وبلي يدير ديك ها وانا تفكر الهضره ديالك اخويا لا راه انا راه من قبيله وانا كنهضر معاه وما عرفوش كيشوف فيا ولا لا عرفتي هاد القضيه ديال مع ولفت وجيب النظر صافي زعما لا لا بالعكس سي ان ستيل سي ان ستيل اللي تنديرو دابا انت مع فاشن داكشي شويه داكشي يو 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 شكرا لكم على الحضور ديالكم حقا كانت حلقه ممتعه صراحه بالبساطه ديالنا جميعا وبالتلقائيه والعفويه نحاولوا اننا نكون وصلنا بطاقه ايجابيه عند مشاهدينا في كل مكان اليوم تطربنا اكتشفنا يعني بعض المواضيع يعني بعض الافكار ديالكم من خلال بعض الطرح مع بعض المواضيع شكرا لكم جميعا شكرا لك صوفيا بن كيران شكرا لك على الدعوه وكان شرف لي حضرت معكم واستمتعت بالغناء ديال حنا راه بحال هكذا تنعرضوا المره الاولانيه ما كنحرجوكش المره الثانيه غادي ديريكتومون غادي تغني صافي دونك صافي غير شي شويه برافو عليك حتى الادوار ديالك يعني كتتقنيها واحد الادوار دراميه ادوار يعني جميل جدا ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المسار شكرا سي عماد على خطيك وكان شرف لي مره اخرى انني نحضر معك في البرنامج زوين دندنه مرحبا كذلك الياس بالتوفيق ان شاء الله لونك لو سينجل هاد الأغنية الأخيرة تبقى غادا ضاربة إن شاء الله إن شاء الله و بيان سوغ شاك فوا منين نكون عندنا الجديد إلا وإن أنت دار دارك دمع. شكرا دائما كنجدد الشكر ديالي ليك وجد مسرور أنك تحتي لي فرصة نكون مع فنانة يعني جميلة وفنانة يعني كنتمنى لها كل التوفيق وكل نجاح لالا صوفيا بن كيران كذلك تحتي لي فرصة نكون في أول دور في برنامج مع صديقي صامو هاشما الشخص اللي كنحبو كنشكرو من هذا المنبر على يعني جميع المسائل اللي كيدير معايا كنتمنى نكون ضيف خفيف الظل كنشكر بدوري الفرقة الموسيقية الرائعة الأساتذة أصدقائي ويعني أساتذة ديالي إخواني والطاقم ديال البرنامج ديالكم شكرا برافو عليك بالتوفيق كذلك سي ان بليزير تكون معايا اليوم معي صامو سي لا بروميير فوا سي لا بروميير فوا اي لان كنتعرفو سنوات سنوات ولكن جبناك اليوم الكادر كادريناك شي شويه لا بروميير فوا زعما انا شوف انا من ميريكان وانا فان ديال حنا تسيحنا في الغربه كان واخا مشينا صغار مي كان ديما عندنا ديك السهره ديالنا كانت مهمه انني نتفرج في عماد تي في ونشوف لي
نشوف لي ميوزيسيان ونسمع الموسيقى وديما ديما معجب. دايوغ راه كما قلت لك في ميساج راه صحابي في امريكان كلشي تيسول عليك كلشي تيحمق عليك كلشي تيتابعك وكلشي. تنشكرك بزاف على هذه الفرصه هذه ان شاء الله. ميرسي بوكو وكنتمنى لك التوفيق سواء في المسيره ديالك الفنيه. شكرا لي شونسون بيان سور ديالك غادي نلقاوهم في شاده ان شاء الله. لي كليب بيان سور والبروجي ديالك ديال لا مارك ديالك ان شاء الله يا ربي. وتنشكرك بزاف, تنشكر الضيوف, تنشكر لالا صوفيا, تنشكر السي الياس, الطاقم الفني بيان سور, الفرقه الممتازه, موت عليكم كاملين. بيس وهاي جمهوري. لا هي هذاك هي اللي بغيتها تسمعها. كيفاش هذيك ديالها شنو هاد القصه ديال هاي جمهوري؟ ماشي مزيان ديروها في الاخر, ولكن هي ولكن نقولها بالطريقه اللي كتقولها دائما. ماشي دابا درتيها محتشمه. لا دابا قفلت بها باش نبدا هاي هاي جمهوري. تنساليو نديرو شي ستوري وهذاك نديرو نساليو ان شاء الله غنديرو ستوري وغنقولو هاي جمهوري. باسكو هاي جمهوري لقيت فاش بديت تنديرها مع صحابي تعطي واحد الجود فايب. وديما فاش نتلاقاو في دي سواري تنبداو بها لا سواري تنقولو اجي نديرو هاد ستوري هادي. وسبحان الله ديك فاش نقول هاي جمهوري وتيخوتو الناس من ورا تيردو عليا تيقولوا هاي جمهوري تعطي واحد واحد بحال تتلونسي لا سواري زعما. كيبان لي حتى شي مرات شي وحدين تيكونوا بعقلهم بحال هكا تيقولوا بحال انا شكل انا ما توقعتش انا راسي شي حاجه في شكل ترى اول مره خيط راسي كيقول هاي جمهوري كل شيء اللي ما عمرك توقعتي انه يقول هاي جمهوري تلقاه ورا الكاميرا تقول هاي جمهوري وفرحان واش از جود وفهمتي وحسيت بها بان تعطي واحد الطاقه زوينه طاقه ايجابيه تتفرح تتنشط الناس تعجبهم بزاف تتلاقى مع الناس في الزنقه تيقول لك دير معايا هاي جمهوري صافي بليزير وهاي جمهوري بيس كوشما. شكرا لك. اذا في الاخير احبائي الكرام غادي اكيد غنختموا مع الياس طه اغنيه من اختياراته اغنيه طربية. شنو غنقدروا نسمعوا؟ نسمعوا شي حاجه لسيد مكاوي. اه طبيعه الحال شنو العنوان ديالها باش حتى انني وحياتك يا وحياتك حبيبي. طيب نبقاو معها في الاخير. هذا عماد يحييكم الف الف تحيه وباسم فريق العمل كله تنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل بحول الله. لا تنسوا ابدا اننا نحبكم ما تزابيوش. وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قلوب الحب معاك تعب تعب الشوق وياك 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 لا تفوتنيش أنا وحدي لا تفوتنيش أنا وحدي لا تفوتنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك
لا تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك, لا تسيبنيش انا وحدي, لا تسيبنيش انا وحدي, لا تسيبنيش لوحدي افضل حايل فيك, ولا تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك, خلي شوية عليا وخلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليا وشوية عليك. شوف راح منه كان ساعة شوق ومحبة, شهر بعد وخصام, عمر هوانا يجري يجري, شوف راح منه كان ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام, يبقى الحب تايه مش عارف احنا فين, زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين, ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين, زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين, لكن لإمتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب, لحد امتى ولكن لامتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب, لحد امتى وانا وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك, عشان المركب تقدر تمشي بيا وبك, وانا وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك, عشان المركب تقدر تمشي بيا وبك, لا تفوتنيش لوحدي افضل حايل فيك, لا تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك, ولا تفوتنيش لوحدي افضل حايل فيك, لا تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك, خلي شويه عليا وخلي شويه عليك, خلي شويه عليك, خلي شويه عليك, خلي شويه عليا شويه